Terima kasih disampaikan. Para undangan yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu Khutmul Quran oleh para Qori'ah Wisuda Hafidhoh. Kepada nama-nama yang kami panggil, dimohon menepati mimbar utama. 1. Rahmanda Syakbania Firdausi binti Haji Imam Hanafi, Lamongan. 2. Ulfiana Aulia Putri binti Wiwit Abidin, Sidoarjo. 3. Himmatul Atkia binti Insinyur Haji Ali Hardiman, Tegal. 4. Nashwa Salsabila binti Kiai Haji Masyudi Ma'ruf SPD, Lampung. 5. Dennis Altofun Nisa binti Dedi Sulistiono, Bojonegoro. 6. Syafia Nurqalbi Az-Zahro binti Syamsul Hadi, Bojonegoro. 7. Mutiah Sari Lubis binti Haji Maskudin Lubis, Bogor. 8. Nurin Nabilatul Khalilah binti Husnul Khuluk, Jombang. 9. Ashila Najwa Nurisda binti Nur Khalis, Gresik. La الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا
ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. لا بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في
فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون لا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم.
Terima kasih kepada para qori'ah wisuda hafidhoh. Kami silakan kembali ke tempat.